صحيح. أستاذ أحمد، ننتقل للحديث عما يحدث في اليمن. معنا خبر بيقول مصر تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية الإسرائيلية في اليمن وتطالب بإنهاء الحرب على غزة. أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن متابعتها بقلق بالغ للعملية العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اليمنية، والتي تزيد من تصاعد التوتر الحالي على كل الجبهات. وشددت مصر على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل صون أمن واستقرار المنطقة، محذرة مما سبق وأن أشارت إليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر تطورات أزمة قطاع غزة، وبما سيدفع الإقليم بأسره إلى دائرة مفرغة من الصراعات وعدم الاستقرار. أستاذ أحمد، كيف تقرأ مشهد التطورات حاليا بين إسرائيل ودول المنطقة، واللي منها طبعا دلوقتي بقت اليمن وفلسطين ولبنان حاليا؟ صحيح. هو طبعا يعني زي ما بيقولوا في الدراما، يعني ما يحدث في السياسة يوازي نوع من أنواع الكوميديا السوداء، لأنه نوع من أنواع العبث. طبعا مسرح العبث انتشر في الستينات، ما يحدث في المنطقة حاليا هو نوع من أنواع العبث السياسي. طبعا كان من أسبابه الرئيسية هو رفض إسرائيل في بداية الصراع والاعتداء على قطاع غزة، هو إدخال الغذاء، وما زال حتى يعني بالذات شمال قطاع غزة بيمثل أزمة إنسانية كبيرة في ظل صمت دولي والمجاعة، وكلنا بنشوف المشاهد البشعة التي تخرج من قطاع غزة وكافة عموم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى رغبة هذه الحكومة المتطرفة. احنا بنتكلم على بن جفير وزير الأمن وسيموتريتش، والحقيقة كل هذه المجموعة الإرهابية التي تحكم إسرائيل حاليا باسم اليمين المتطرف، بالإضافة إلى رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو استمرار الصراع إلى ما لا نهاية، ولا يوجد سقف ولا يوجد أي بوادر أمل في إنهاء قريب لمثل هذا الصراع، واللي نقدر نوصفه بأنه الأكثر دموية في تاريخ الصراعات العربية الإسرائيلية. فتحت إسرائيل الحقيقة جبهة جديدة في اليمن بهذا يعني الاعتداء السافر، والحال هو لم يضر إلا بسمعة إسرائيل، لأنه كان في النهاية اعتداء على أحد مصافي النفط، وده هيدفع اليمنيين والحوثي تحديدا بتكرار قصف إسرائيل سواء بالصواريخ أو المسيرات، مما يمثل عبء كبير وقلق كبير في الداخل الإسرائيلي. وأعتقد أن أيضا تهديدات إسرائيل لجنوب لبنان هتفتح جبهة جديدة، خصوصا أن أصبح هناك ثأر بين حزب الله وإسرائيل باستهداف إسرائيل على مدى العشر شهور اللي هي تاريخ الصراع. دخلنا يمكن هنخلص الشهر العاشر استهداف عدد كبير من قيادات حزب الله، قادة ميدانيين، كل ده مرشح للزيادة وبقوة، بالإضافة إلى دخول لاعبين دوليين زي روسيا والرئيس فلاديمير بوتين اللي وعد بدعم كل الحركات التي تناهض الولايات المتحدة وإسرائيل في العالم نتيجة الضغط من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو على روسيا في ملف أوكرانيا، وأيضا دعم أوكرانيا بأسلحة تصل إلى الداخل الروسي. يعني الحقيقة المشهد الدولي كله ملتبس ومرتبك بشدة، جاء التحذير المصري تأكيدا على كل هذه التطورات.